عرف نفسك. احمد العطار. أيوة. احنا جينا هنا حوالي الساعه 2 لقينا سور ملفوف حوالين الميدان لحد الساعه 2 ولقينا السور ملفوف تمام. وطبعا مناظر كنا شايفينها، كنا شايفين ناس واقفين لنا بقطات وحريم قاعده ومش عايز اوصف لك المنظر كان عامل ازاي. احنا طبعا خدنا بعضنا ومشينا، خفنا يبقى تبع البلطجيه. يعني النهارده حصل موقف داخل، انا طبعا كانوا عاملين حبال وعلى نفسهم كده، فداخل فاللي واقف الامن ماسك سكينه في ايده وبيقول لي البطاقه. طب بطاقه ايه يا ابني؟ انا هخش، انا داخل متظاهر معاكم. بيقول لي لا البطاقه، فبطلعها البطاقه، قال لي خش. فداخل بصور جوه مع الناس واقف، فبيقول لي ممنوع التصوير، وراح مطلعني. هو ده اكتر بس اللي انا بقى المشكله اللي حدثت بقى والخناقه. المشكله اللي حدثت، ما هو هما المشكله اللي حدثت ان بيقول لك البعض متظاهرين خرجوا سابوهم. طبعا البلطجيه فضلوا لوحدهم موجودين هنا في المكان. طبعا لازم يعملوا مشاكل عشان تخلص العمليه وتبقى العمليه واحد بالنسبه لك بس، يبقى ما حدش.